السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض على خير وفي الخير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. حلقتنا النهاردة وصفاتها حلوة جدا جدا. في الصيف والحر بنحس ان مش قادرين ندي للولاد خضار، وطبعا الخضار من الحاجات الصحية جدا والضرورية جدا علشان يكبروا كده وينموا هم بصحة سليمة. فعلشان كده قررنا النهاردة نعمل تورلي، بس هنعمله من غير طماطم. الطماطم والصلصة والتسبيكة بتبقى إلى حد ما في الصيف مع الحر بتبقى تقيلة على المعدة، بتبقى تقيلة في الأكل، ومحدش بيبقى مقبل على الأكل اللي بصلصة. علشان كده النهاردة هنعمل التورلي من غير صلصة، هنعمل تورلي باللحمة والبصل المكرمل، حاجة كده وهمية إن شاء الله تجربوه يعجبكم. كمان هنعمل مع بعض الرز بالشعرية، طبعا عارفة ان كلكم اساتذة فيه، بس لسه في بنات جداد في المطبخ حابين يعرفوا بالظبط يطلعوا الرز ازاي مفلفل وطعمه حلو وشكله كمان يفتح النفس، فهنعمله مع بعض النهاردة. والحلو بتاعنا هيكون كريم كراميل. حكاية، انسي اي كريم كراميل عملتيه قبل كده، النهاردة مع كريم كراميل اللي احنا هنعمله مفيش زفارة للبيض، مفيش تخريزة، حاجة كده تحفة جدا جدا. يلا بقى ما تنسوش أرقامنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا طول الحلقة من خلالها، من أي تليفون أرضي على 0900 917، والموبايل هيكون على 1710، وفي انتظار مكالماتكم. نسمي بسم الله ونبدأ مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير لطاجن التورلي باللحمة بالبصل المكرمل. مقاديرنا: كيلو من اللحمة أو الكمية اللي انتي حابة تستخدميها على حسب عدد أفراد أسرتك، هتتقطع مكعبات صغيرة. هنحتاج جزرتين متقطعين شرايح، 2 كوسة متقطعة شرايح، 2 بطاطس متقطعة مكعبات، كوباية بسلة، بصلة مش بصلة بقى، نص كيلو بصل مفروم، 2 فلفل حامي ده لو حابين، معلقة صغيرة من الثوم المفروم. عندنا كمان مكعب من المرقة، احنا مفيش طماطم خالص يا جماعة. معلقتين كبار من السمنة، وعندنا نص معلقة صغيرة من الصلصة السكر، ورشة بهارات 7 وملح وفلفل اسود. تمام، المقادير ولا فيها صلصة ولا فيها طماطم خالص. والبصل نص كيلو من البصل المفروم، دي مقاديرنا. ويلا بينا بسرعة بقى علشان نبدأ نشتغل. بداية حل على النار تسخن كويس جدا، وهبتدي انزل السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الحلة سخنت، حطينا فيها معلقتين من السمنة. عايزة انزل بقى قطع اللحمة بتاعتي اللي انا مقطعة مكعبات صغيرة. وليه مكعبات صغيرة؟ طبعا ليكي بقى مطلق الحرية في التقطيع، بس انا مقطعة مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. اولا ده تورلي بخضار والخضار كله متقطع صغير، فانا محتاجه ان كمان اللحمه تبقى متقطعه مكعبات صغيره علشان اولا تستوي بسرعه، ثانيا وانا بغرف او بحط على الرز بتاعي يبقى اللحمه تتاكل كده بالمعلقه سهله من غير ما نقعد نحتاج شوكه ولا سكينه ولا نقطع ولا اي حاجه خالص. السمنه سخنت كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. حطي اللحمة، افرديها في الحلة علشان تبقى كلها ملامسة للحرارة والسخونية بتاعت الحلة. ما تقلبيش كتير، خلي اللحمة تاخد صدمة وتبتدي تلون، وبعد كده اقلبي الناحية التانية. وهي بتتحمر كده او بتتشوح كده، تعالوا نحط لها رشة من البهارات عشان بقى ريحة جميلة تطلع، مع رشة من الفلفل الاسود. يلا نقلب. واخدين بالكم من تقطيعة اللحمة قد ايه؟ اولا كمية كمان بتكتر جدا، الولاد الصغيرين يبقى سهل عليهم الاكل، مش هيحتاجوا حد يقطع لهم ولا حاجة، بالمعلقة وهيحطوا على الرز وهيلاقوا الموضوع معاهم سهل ولذيذ. كمان التسوية بتفرق جدا، لما تكون قطعة اللحمة كبيرة بتبقى الأنسجة كمان كبيرة، فبتمسك في سنان الأطفال الصغيرين، وعشان كده ما تلاقيهمش مقبلين قوي على اللحمة، بيبقوا مقبلين أكتر على الفراخ.
عشان كده لما هتقطعيها صغير هتبقى فيها استفادة من كل حاجة. نقلب تاني. واخدين بالكم اللحمة بصوا كلها بدأت تاخد شكل التسوية، وفي كمان منها قطع احمرت. ريحة الفلفل الاسود والبهارات السبعة كمان طلعت معانا، ريحتها هايلة جدا مع ريحة اللحمة ما شاء الله. ومش عايزين اكتر من كده، بهارات كتير مع اللحمة بتغير طعمها. اللحمة طالما كويسة وقطعينها كده من قطعية كويسة، ممكن تستخدمي هنا السن او الموزة هيدوكي نتيجة حلوة جدا. تعالوا بينا بقى يلا ننزل البصل بعد ما اللحمة بتاعتنا اخدت لون حلو قوي، لون ذهبي. بصوا معايا هتلاحظوا كمان ان الحلة اتلسعت في الارضية كده، ودي اللي هتدي تأثير الكرملة. بصوا معايا تحفة ما شاء الله. نحط البصل ونكلم مدام زينب. الو، خير مساء الفل. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه وانتي بألف صحه وكل حاجه جميله بتعمليها بصراحه. ميرسي يا روحي. يعني انا يعني مش عايزه اقول لك يعني كلام، كل اللي بيتقال لك كله قليل ليكي والله حبيبتي. كل حاجه عندك حلوه وجميله، ورغم كبر سني يعني انا بتعلم منك حاجات كتير برضه. يا روح قلبي تسلمي لي والله. كل انا كنت كلمت حضرتك السنه اللي فاتت في التوقيت ده عشان اعيد على اعمل تهنئه لحفيدتي حبيبتي. اتفضلي. الله ربنا يبارك لك فيها وتشوفيها احسن الناس ان شاء الله. بقى كل سنه وهي طيبه، هي عيد ميلادها بكره. عندها كم سنه؟ عندها كم سنه حبيبة؟ عندها 8 سنين. ما شاء الله، كل سنة وانتي طيبة يا بيبو، عقبال مليون سنة يا رب. بعشق اسم حبيبة. الله يخليك. وكمان عايزة تهنئة، أنا عارفة والله، أنا عارفة المرة اللي فاتت برضه قلت لحضرتك كده، أنا عارفة إنك بتحبي اسم حبيبة. وكمان مامتها عيد ميلادها يوم 1/7. ربنا يبارك لك في حبايبك كلهم. ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبة قلبي، وكل سنة وهبة وحبيبة طيبين، وكل حبايبك بألف صحة وسلامة يا روح قلبي. نورتيني وما تتصليش بيا بس كل سنة تعيدي عليهم تصلي بينا على طول. نورتينا والله. يلا بينا بقى، احنا عملنا ايه؟ نقول من البداية عملنا ايه. حطينا معلقتين سمنة على النار، سخنوا كويس جدا جدا. كنا مقطعين اللحمة بتاعتنا ايا كانت كميتها ايه، مكعبات صغيرة على قد المعلقة. شوحنا اللحمة كويس جدا من غير ما نقلبها كتير. اول ما حطيناها فردناها في الحلة علشان تبقى ملاصقة تماما للحرارة بتاعت الحلة كلها. ومن وقت للتاني ادينا تقليبة مع رشة فلفل اسود وبهارات سبعة لغاية ما اللحمة خلاص بدأت تاخد اللون الذهبي الجميل. رحنا حاطين دلوقتي البصل، وحط معاه رشة السكر، واسيب بقى البصل واللحمة على نار هادية علشان اللحمة تستوي. كمان البصل كده يبتدي بقى ايه يتكرمل، مش هحط اي اضافات، مش هحط مية، مش هحط اي حاجة، على النار كده وغطي. ومن وقت للتاني هدي تقليبة لغاية ما يتكرملوا تماما، اللحمة تدخل في التسوية والبصل يلون كده معانا والدنيا تبقى تمام. هغطي بقى وعلى نار هادية. الكلام ده ياخد مني وقت قد ايه؟ حوالي نص ساعة مع التقليب المستمر. ومعانا دنيا. الو الو يا دنيا. الو. ايوه ازيك؟ الحمد لله كويسة. عاملة ايه؟ كويسه الحمد لله. انت حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي منوراني. انا بحبك قوي. ميرسي يا روحي، كلك ذوق، بحبك اكتر. انا كل يوم بتفرج على اكلاتك. ميرسي يا حبيبتي تسلميلي. عندك كام سنه قولي لي؟ انا عندي 14 سنه. ما شاء الله. قولي لي بقى، بتدخلي المطبخ؟ بعمل كل الاكلات. ما شاء الله، اللهم بارك. اكتر اكله عملتيها واللي في البيت كلهم انبهروا بيها؟ عملت المحشي. الله عليكي، تسلم ايدك الحلوه يا روح قلبي، ما شاء الله. شكرا جدا ليكي حبيبتي. ليكي اي اسئله؟ بس على حضرتك. نورتيني يا دنيا والله. ميرسي يا حبيبتي نورتيني، ما شاء الله عليك، اللهم بارك اللهم بارك. بحب البنات الشاطرة قوي. ايه رأيكم نطلع فاصل صغير خالص، مش محتاجين نعمل حاجة. غطينا على اللحمة بتاعتنا بالبصل وهنهدي النار ونسيبها لغاية ما تستوي تتكرمل كده، وتبتدي تاخد لون بني شوية، تكون اللحمة كمان دخلت في التسوية قبل ما نرجع ونشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني
وكنا بنعمل مع بعض طاجن التورلي بالبصل المكرمل. تعالوا بينا بص كده اخبار اللحمه بتاعتنا ايه. زي ما اتفقنا مغطيين حلتنا ومهدين النار علشان اللحمه تستوي والبصل يبتدي بقى يتكرمل. كنا حطينا كمان رشه كده من السكر حوالي معلقه صغننه، ومن وقت للتاني لازم نقلب علشان ما تتحرقش. هي ممكن تبتدي تتكرمل تلزق شويه وتدينا كده التاثير الحلو ده بتاع الصوص البني، بس ما نسيبهاش لغايه ما اللحمه تتحرق وتشيط والكلام ده كله. عشان كده من وقت للتاني هندي تقليبه ونخلينا مغطين لغايه ما تتشرب ميتها تماما. تعالوا بينا بقى نعمل الرز على بال ما التورلي يستوي، وهو ده اللي احنا بنعمله في البيت على طول علشان ما ناخدش وقت في الغدا. يبقى حاجه على النار وحاجه على النار الثانيه، بس نركز في الاثنين علشان في الاخر النتيجه تبقى كويسه ونقدم الاكل في نفس الوقت. تعالوا بينا يلا هنعمل رز بالشعريه. هنحتاج كيلو من الرز، الرز البلدي بتاعنا الجميل، كوبايتين من الشعريه، كيلو الرز حوالي 4 كوبايات وعليهم كوبايتين من الشعريه، معلقتين كبار من السمنه، 3 معالق كبار من الزيت، وعندنا 4 كوبايات من الشوربه المغليه، 2 فصين مستكة، ملح وفلفل اسود. تمام. انا عايزه اقول لكم هو في مشكله هنا في الشوربه، هي الشوربه المفروض تكون 6 كوبايات، بما ان عندنا 4 كوبايات رز وكوبايتين شعريه، فكل كوبايه رز بتاخد قصادها كوبايه شوربه، وكل كوبايه شعريه برده بتاخد قدامها كوبايه شوربه، يبقى احنا محتاجين 6 كوبايات شوربه للرز والشعريه. بس كده المقادير سهله خالص، ويلا بينا بقى علشان نشتغل. هنحط حل على النار، بسم الله، وهبتدي احط فيها السمنه والزيت. وزي ما دايما بقول خليط السمنه والزيت في الرز شيء اساسي جدا جدا، ما ينفعش اعمل الرز بزيت بس او سمنه بس علشان ناخد نتيجه افضل. هو طبعا ينفع وكل حاجه وهيطلع الرز كويس، بس عشان تاخدي نتيجه حلوه قوي طعم وشكل يبقى لازم نعمل الميكس ده. يلا بينا نحط السمنه، بسم الله، بالظبط، وادي الزيت، بسم الله. هسيبهم بقى يسخنوا، نزود بس شويه زيت صغيرين كمان. واجهز الشعريه وكمان فص المستكه اللي هيدي طعم حلو جدا جدا للرز. يلا بينا كده، هو فص واحد ما تكتريش. في عندنا بهارات وحاجات لو احنا حطينا منها بزياده بتتقلب النتيجه عكسيه تماما، من ضمنهم المستكه. المستكه من الحاجات اللي بتدي طعم حلو جدا جدا، خصوصا مع اللحمه والفراخ والشوربه ومع الرز ومع الرز بلبن، حاجات كده معينه بنضيف لها المستكه بتدي لها طعم حلو قوي. بس تخيلوا بقى لو احنا كرمة بزياده وزودنا، قول عشان بقى ناخد طعم احلى، فممكن يتقلب الموضوع لحاجه مره وطعمها مش لطيف. علشان كده هو فص واحد بس. واروح ابص على اللحمه بتاعتي، بسم الله، ايوه حلو قوي، بدات اهي زي ما انتم شايفين السوائل اللي فيها تنشف. انا محتاجه ان هي تنشف كويس علشان تبتدي البصله تتكرمل وتاخد اللون اللي انا عايزاه قبل ما ابتدي اضيف باقي المكونات. هغطي واسيبها كمان 2 دقايق، وتعالوا بينا يلا نحط الشعريه بتاعتنا علشان نحمرها بعد ما حطينا فص المستكه يسيح، بسم الله. حاجة مهمة جدا بقى وانت بتعملي الرز بالشعرية، كتير انا والله بعمل الرز بالشعرية بس الشعرية معرفش بتطلع غامقة مني قوي وشكلها في الرز ما بتبقاش حلو، مع اني حطيت الرز والشعرية كان لونها حلو قوي. اعملي حسابك دايما لما بنحمر الشعرية ونيجي بعد كده نضيف عليها الرز هي بتاخد لون اكتر، خاصة مع تشويح الرز معاها شوية، فبتبتدي تلون اكتر من اللازم. علشان كده الشعرية تتحمر لغاية ما تاخد لون ذهبي فاتح بس، ما تغمقيهاش في البداية عشان هتغمق بعد كده بزيادة وتلاقي اللون مش حلو على السفرة. دايما عشان رز بشعرية كده يبقى ذهبي وشكله بيلمع كده وجميل ولونه يفتح النفس، خلي الشعرية لونها ذهبي فاتح وبعدين حطي عليها الرز ونشوح تاني هتاخد اللون المظبوط. تعالي بينا بقى نقلب الشعرية، والشعرية من الحاجات الحساسة اللي على طول بتتحمر أوام، علشان كده ايدينا فيها وهي بتتحمر تقليب مستمر.
ومعانا مدام ناديه. الو الو مدام ناديه؟ لا مش سامعاها. خط فصل. طب حاولي اتصلي بينا تاني يا مدام ناديه. بسم الله. نقلب اللحمه اللي خلاص زي ما قلنا اتشربت السوائل بتاعتها، عشان كده لازم اراعي الكلام ده واخلي بالي منها. يلا بينا نحط لها بقى التوم. بسم الله عشان نشوحه معاها شويه، ونحط لها كمان مكعب المرقه ونقلب. لو فاكرين احنا حطينا فلفل وحطينا بهارات وما حطيناش ملح خالص وحطينا سكر كمان. ليه بقى ما حطيناش الملح؟ خلي سوى اللحمه ما ياخدش معانا وقت، على طول على طول هتلاقي اللحمه استوت، خاصه كمان ان احنا مقطعينها قطع صغيره. اكله مش تاخد منك وقت كبير ونتيجتها ولا اروع من كده. هنخلي الملح لما اجي احط الخضار احط الملح كمان واظبط الدنيا بقى، علشان يطلع معايا اللحمه اولا شاربه ملحها والدنيا تمام، وكمان الخضار شارب ملحه والدنيا زي الفل. بينا نشوف الشعريه بتاعتنا. زي ما اتفقنا الشعريه من الحاجات اللي بتتحمر بسرعه ايدينا فيها على طول. ومعانا مدام ناديه. الو. ايوه حبيبه قلبي، يا مساء الفل. الله يخليكي، ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ معلش قطع والله، ولا يهمك، وحشاني كتير والله. تسلمي لي يا روحي، تسلمي لي حبيبتي. والله بشكرك طبعا على طاسات الجبنه الجميله حبيبتي، وبعدين النهارده جايبه الحله برضو الصاحيه. اه هي الحله لسه منها. والله قايله لهم الحله الصاحيه. خلي بالك منها والله. اتفاجعت عليها. ده هي اللي تخلي بالها مني. الحمد لله ربنا حارسك والله. الحمد لله. دعانا ليكي كلنا بنحبك. تسلمولي والله. تسلمولي حبايب قلبي، انا عارفه والله. الحلقه جميله النهارده والله. تسلمي ايديكي على كل حاجه بتعمليها. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب، ما تحرمش من ذوقك ابدا. بسمة في الدنيا يا روحي، تسلمي لي ويسلم لي ذوقك. طول ما انت حضرتك واقفه بتاخدي حسنات. اللهم امين يا رب. ربنا ما قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. الحمد وحضرتك بتتبسمي للعالم كله. ربنا يكرمك. فربنا يحسن ما بين ايديكي دايما ويخليكي لينا ضيفه غاليه واخت غاليه وبنت حبيبتي. غاليه كل حاجه جميله. تسلموا لي كلكم والله، ما تحرمش منكم ابدا ولا من كلامكم الحلو. يوم الحلة ده أو الحلقة اللي فاتت اللي كان فيها الحلة، أنا قصدت أنزلها عندي وتشوفوها. كلنا بيحصل معانا مواقف كتير قوي قوي في المطبخ، وأكتر من كده بكتير. دايما بحب أشارككم كل حاجة، حتى لو في حاجة مش طالعة بيرفكت يعني، بس لازم تحضرونا طبعا. أنتوا معانا على الحلوة والمرة. بصوا بقى حلوة قوي كده، لو واخدين بالكم الحلة من تحت بدأت إيه. بصوا البصل ياخد اللون إيه، يتكرمل، مش عارف باين كده معانا باين ولا اعملها لكم ازاي. طب عشان يبين انا عايزه ابين كده. بصوا بصوا بصوا، شايفين الكراميل في البصل الكرمل ازاي؟ هو ده بقى المطلوب عشان ناخد لون الصوص الحلو جدا جدا، والطعم كمان الحلو قوي كده. احنا جاهزين، يلا بينا بقى. عندي الكوسه، بس انا عايزه اركز مع الشعريه، ما ينفعش ابدا نرفع ايدينا منها كل شويه، لازم تقليبه كده. احنا قربنا خلاص عشان نحط الرز، واحط على الخضار البطاطس، البسله، الجزر، الملح على قد بقى كميه الخضار اللي معانا دي، وكمان الميه المغليه. بسم الله. زي الفل. هغطي واسيب الخضار بقى يغلي غلوه قبل ما ابتدي احطه في طاجن وادخله الفرن. وجري نروح للشعريه. حلوه قوي كده، مش عايزين. اوه. هي الحله دي فيها حاجه. مش راضيين عنها. يلا بينا ننزل الرز. بسم الله. يبقى اول ما الرز ياخد اللون الذهبي على طول نزلي الشعريه، تاخد اللون الذهبي نزلي الرز على طول، ونبتدي بقى نشوح الرز شويه. علشان كده بقول حاولي يبقى لون الشعريه فاتح شويه، لانه لسه هيشوح كمان مع الرز، فاللون هيغمق سنه.
تعالوا نحط معاها الملح. بسم الله. الرز من الحاجات اللي تقدري كمان تدوقي ملحه لو انت لسه يعني جديده في المطبخ وما تعرفيش معيار الملح بيبقى قد ايه. حاولي انك انت بعد ما تحطي الميه والملح قلبي، ما تحطيش ملح كتير بقى، وقلبي ودوقي لغايه ما تظبطي الملح تمام وتلاقيه زي الفل. خلاص بنغطي بقى ونسيب الرز علشان يتشرب. عايزين البوتاجاز فصل اهو، بس مفيش مشكله. لا 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 هظبطه. زي الفل. تشويحة الرز دي بقى أساسية. ليه؟ تخلي الرزاية تتشمع وتسخن كده في الخليط اللي احنا عاملينه من الزيت والسمنة، وبالتالي تبقى مفلفلة معانا حتى بعد التسوية، ما تبقاش معجنة ولا لازقة في بعضها. من ضمن الأسباب كمان اللي بتخلي الرز مفلفل وحلو انك انت تضيفي الشوربة او المية اللي انت هتحطيها على الرز تكون سخنة جدا. اولا بتسرع برضو عملية تسوية الرز، تلاقي الرز ما اخدش معاكي في التسوية 10 دقايق وبقى 10 على 10. ومعانا تليفون ام عبد الله. الو، خط فصل. طب حاولي اتصلي بينا تاني يا ام عبد الله. هايل ريحة الرز وهو بيتشوح كده، تحفة جدا. طبعا ريحة المستكة جميلة، وزي ما اتفقنا هو فص واحد، ما تكتريش علشان ما يقلبش الموضوع لمرارة وطعم مش لطيف. الحلة بتاعتنا الجميلة نشوفها كده اخبارها ايه. بصوا بقى كل الطعم وكل اللون بقى هيبتدي يطلع اول ما الخضار بتاعنا يغلي. هبتدي احطه في طاجن وادخله الفرن علشان يستوي. زي ما انتم شايفين كده، عايزه اقول لكم لون الخضار بيبقى حلو، طعمه كمان لذيذ خفيف جدا، مش زي اللي معمول بصلصه، فهتلاقوا النتيجه ولا اروع من كده ان شاء الله. كده خلاص الرز بتاعنا سخن والدنيا تمام ما شاء الله بجد حلو قوي. يلا بينا نضيف بقى الشوربه المغليه. بسم الله. هيك شوية مية. زي ما اتفقنا كوباية مية او كوباية شوربة قصاد كل كوباية رز وقصاد كل كوباية شعرية. احنا هنا حاطين حوالي 6 كوبايات من الشعرية والرز، فهنحط 6 كوبايات من الشوربة. هبتدي اغطي واسيب الرز بتاعي يتشرب كويس جدا، وبعد كده ندي تقليبه خفيفه وبعدين نهدي النار تماما واحنا مغطيين. طيب عايزين نجهز الطاجن علشان ندخله الفرن. بسم الله. ايه ده الحله دي تاني؟ يلا بينا. نوسع دنيتنا كده. أتأكد بس إن الخضار غلي خلاص. هايل، فرننا سخن وشغال. على فكرة ممكن نكمل التسوية في الحلة مفيش مشكلة، أما لو عايزين بقى ندخلها في طاجن الفرن ونطلعها على السفرة على طول هتبقى لطيفة برضو جدا. نستنى أما الخضار يغلي بالشكل ده وبعدين نفضي في الطاجن. ومعانا روان. ألو، أهلا روان، إزيك؟ إزيك يا روحي، عاملة إيه؟ كويسه الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، في نعمه. بحبك جدا جدا. انا يا روح قلبي بنستنى حضرتك على طول على طول. تسلمي لي يا روحي، ما تحرمش منك ابدا. وعايزه ابعت تهنئه لاختي ان هي في ثانوي يعني، وعايزه ربنا يعني دعوات الناس كلها معاها ان شاء الله يعني بالنجاح هي واللي زيها. يا رب يا روح قلبي يا رب، حبايبنا كلهم في الثانويه العامه، اولادنا وحبايبنا كلهم ربنا يا رب يوفقهم ويكتب لهم النجاح والتوفيق باذن الله. ميرسي يا روح قلبي، نورتيني. الواحد لازم بقى يتعلم من اخطائه. الحله تقيله واللي فيها كتير، هفضي منها بقى شويه كده على قد ما اقدر وبعدين ابقى نفضي بعد كده من الحله مش مشكله.
شايفين منظر الخضار مع اللحمة بالبصل مكرمل فظيع. ومعانا كورولوس. الو، ازيك يا شيف فاطمة؟ عاملة ايه؟ اهلا اهلا، ازيك، اخبارك ايه؟ بحبك دايما والله يا شيف فاطمة. حبيبي والله، تسلم لي. عندك كام سنة قول لي؟ عندي 12. ما شاء الله، في سنة كام؟ لا خليك. اولى. ما شاء الله عليك. لا خليك. قول لي يا كرولس، ماما بتعمل لك أكلة إيه بتحبها قوي؟ أكتر أكلة بتحبها؟ المحشي؟ ما شاء الله، ألف هنا ليك. الله يخليك. ليك أي أسئلة؟ إيه؟ ليك أي أسئلة؟ لا شكرا. ميرسي يا حبيبي، نورتني، نورتني والله. تمت العملية بنجاح، منقطع النظير. بالظبط. هدي بس رشة ملح عشان أنا زودت الفلفل، سوري المية، وأحط فلفل كمان عشان كنا حطينا رشة بس في البداية مع اللحمة. ندي رشة بسيطة ونحط قرنين الفلفل، يلا عشان ندخل الفرن. ومعانا جمانة. ألو. ألو، ازيك يا جمانة؟ ألو يا شيف فاطمة. أهلا أهلا، ازيك، عاملة إيه؟ أنا الحمد لله، أنا حابة حضرتك جدا. ميرسي يا روح قلبي، منوراني. ده نورك والله حبيبتي. اتفضلي يا جمانة، عندك كام سنة قولي لي؟ ميرسي يا جمانة على اتصالك. ما تيجوا بينا بقى نفتح الفرن الاول عشان الصينيه تقيله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هرفع الشبكه عشان اعرف ادخل الصينيه على الارضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل، يلا بينا. بس كده، خليها بقى على نار عالية. تمام، احنا محتاجين تاخد في الفرن بس 10 دقايق الخضار علشان ما فيش طماطم في اللحمة، هيستوي بسرعة جدا جدا. اللحمة مستوية، كل حاجة تمام، هم 10 دقايق في الفرن وهنطلع نقدم على طول. نبص على الرز قبل ما نطلع الفاصل. الرز اتشرب ما شاء الله، اهو بقى زي الفل. تعالوا بينا بقى ندي تقليبة بسيطة، نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، نهدي درجة الحرارة خالص، نغطي ونسيبه بقى علشان يستوي على نار هادية وهو متغطي. أي حاجة بقى فوق كده بننزلها ونسيبه تاني. يلا يلا بينا، ونطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول. اوعوا تروحوا في أي حتة، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، عملنا مع بعض التورلي بالبصل المكرمل واللحمه وحاطينه في الفرن عشان يكمل تسويته. وعندنا الرز بشعريه على النار، وهدينا عليه النار خالص خالص علشان يستوي كده على نار هاديه. نبص كده عليه مع بعض، ما شاء الله، خلاص هو قرب يستوي. الرز مفلفل ازاي، تحفه ما شاء الله بجد، واللون بقى بجد في منتهى الجمال. تمام، قدامه بالظبط بالظبط دقيقتين ثلاثة ونطفي عليه، هيكون 10 على 10 والعقدة اللي فيه اتفكت وبقت زي الفل. نيجي بقى للحلو، والنهاردة اتفقنا ان الحلو معانا كريم كراميل. احنا في الصيف والحر وبنحب الحاجات المسكرة بس تكون ساقعة كده علشان ترطب علينا. طيب بنعمل الكريم كراميل ومشكلتنا معاه ريحته، ريحة البيض باينة فيه جدا. قلنا حلول كتيرة ليها، برضو ناس بتشتكي من موضوع البيض. طيب عملته وطلع شكله كده مش لطيف ومخرز، والدنيا كده مش زي اللي بشوفه كده بيتباع في المحلات. النهاردة هنعمل مع بعض كريم كراميل غني لذيذ تحفة، من غير ريحة زفارة، والطعم والشكل ولا أروع من كده. بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. عندنا
علبتين من القشطه اللي هي العلب اللي بتتباع في السوبر ماركت، هنحتاج 2 كيس كريم شانتي باودر، و2 باكت كريم كراميل اللي هو بيتباع في السوبر ماركت الباودر برضو، وكوبايتين لبن باودر، وثلاث كوبايات من الميه. المقادير كلها غنيه جدا، يعني هتاكلي الولاد كده حاجه كده ايه، غنيه جدا ولذيذه جدا جدا جدا. يلا بينا بقى نشتغل. زي ما انتم شايفين المقادير بسيطه، ممكن تكون مكلفه شويه الى حد ما، بس صدقيني هتاخدي نتيجه روعه جدا، احسن ما تعملي وتكلفي برضو بيض وحليب وحاجات كتير وتلاقي النتيجه في الاخر مش مرضيه. يلا بينا بقى علشان نشتغل. هنجيب حله وابتدي احط فيها الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف فيها الكريم كراميل الباودر، دول 2 باكت. احط كريم شانتيه الباودر، ونحط كمان اللبن الباودر والقشطه. بسم الله. يبقى انا كده ضفت كل المكونات فيما عدا الكراميل. عارفين انتوا الكريم كراميل اللي بيجي معاه في الباكت، الكراميل بيبقى اكياس كده بالشكل ده، تمام؟ هي دي بس اللي هنحتاجها. هنخليها دلوقتي، مش هنحطها مع بقيه الخليط. يلا بينا بقى نقلب الكلام ده كويس على البارد. هايل، دوبنا الخليط. يلا بينا بقى نرفع الكلام ده كله على النار، واول ما الخليط بتاعنا ده يغلي نبتدي بقى ان احنا ايه نصبه في القوالب الخاصة بالكريم كراميل. يبقى حطينا القشطة، اللبن البودر، الكريم شانتيه البودر، الكريم كراميل البودر، والمية كلهم مع بعض، وقلبنا على البارد ورفعت على النار، وهفضل اقلب لغاية ما الخليط يغلي. اظن ولا اسهل كده، اسهل من كده. 10 دقايق هتكوني مخلصاه، وكمان مش هيخش الفرن، خلاص هو كده هيبقى استوى، يا دوبك هتحطيه في التلاجة 3 4 ساعات وتقدميه على طول. شفتوا اسهل من كده؟ تعالوا بينا بقى نجهز القوالب اللي احنا هنستخدمها. دي قوالب الكريم كراميل، ممكن تستخدمي اصغر اكبر، تعملي كله في قالب بايركس براحتك جدا لو مش متوفرين دول. تعالوا يكفينا يكفينا دول. ناخد كده بقى من الكراميل ونحط في الارضيه. ومعانا معانا مين يا جنى؟ الو الو، ازيك يا جنى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، منوراني. انا بحبك قوي 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 قوي. ميرسي يا روح قلبي، تسلمي لي والله كلك ذوق. شكرا. بتحبي كريم كراميل؟ جدا، انا بعمله من الطريقه بتاعتك. حبيبتي تسلم ايدك، ما شاء الله. انت عندك كام سنه قولي لي؟ عندي 13. الله اكبر، ما شاء الله. وبتعمليه لوحدك؟ لا، بعمله بمساعده ماما. عايزاكي بقى تجربي المره دي الكريم كراميل اللي احنا هنعمله النهارده، هيعجبك جدا جدا، وهستنى تليفونك تقولي لي رايك ايه. نورتيني يا روحي. الخليط بدا يسخن، انا وزعت الكراميل في ارضيه القوالب بالشكل ده. مفيش كراميل، تمام. زي الفل. خلاص يبقى وزعناه في القوالب زي ما اتفقنا. عايز تعمليه في قوالب بالشكل ده حلو، يبقى كل واحد له القالب بتاعه. عايز تعمليه في قالب بايركس كبير كل المقدار وتبتدي تقطعي وتوزعي برضو اللي يريحك والمتاح عندك في البيت. واخدين بالكم الخليط عامل ازاي؟ كريمي جدا، ما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه خالص، ما تقلقيش. عملناه بمضرب يدوي من غير لا خلاط ولا مضرب كهرباء، كل ما بنحاول نسهل الموضوع اكتر ما يمكن علشان تقدروا تنفذوا الوصفات بسرعه. بنبسط جدا ما شاء الله، الفتره اللي فاتت كتير على طول بخلص الحلقه والاقي كتير منكم منفذين الوصفات، بتبقى يعني احلى حاجه في الدنيا. بنبسط جدا ان الوصفات بتعجبكم وسهله عليكم ومكوناتها في البيت وبتقوموا تجربوها على طول. ها
هايل. خلاص اهو قرب. عايزه ابص كده على التورلي في الفرن، ايه الاخبار؟ بسم الله هيبتدي يغلي اهو. تمام، النار كانت هاديه شويه بتاعه الفرن عليناها. لازم الفرن يكون سخن وعلى درجه حراره عاليه علشان يخش على طول على طول يكمل التسويه بتاعته ما توقفش. يلا 10 دقايق وهنطلعه على طول. اعتقد الرز بتاعنا كمان كده تمام واستوى، هنرفعه بقى من على النار. بسم الله، خليه بقى جاهز معانا عشان نقدمه. نروق دنيتنا يلا علشان الكريم كراميل هو كمان هيغلي اهو، هبتدي اصبه في القوالب. بسم الله. عفوا، يلا بينا. ريحته فظيعه ما شاء الله. عايزاكم كده تتخيلوا الطعم، المكونات اللي موجوده لو واخدين بالكم منها هي مكونات كلها طعمها اصلا لذيذ جدا. حاطين ايه؟ حاطين كريم شانتيه باودر، حاطين لبن باودر، حاطين كريم كراميل، وحاطين قشطه، فلكم ان تتخيلوا الطعم جميل قد ايه. خلاص الخليط بالفعل غلي، يلا بينا بقى علشان نصب. احنا مش محتاجين اكتر من كده. باين معانا اهو هيبتدي يغلي زي الفل. يلا بينا. بصوا بقى الخليط عايزين نعمل ايه؟ عايزين نظبط الحله بتاعتنا علشان ما نوقعش غير في القالب على طول كده. زي الفل. اللي بعده بالراحه عشان ما نحاولش نطلع الكراميل جواه. واخدين بالكم من القوام عامل ازاي؟ القوام تحفه جدا ما شاء الله. احنا مش محتاجين نعمل فيه حاجه تاني بعد كده غير اننا نحطه في صينيه ونغطيه. اهم حاجه نغطيه عشان لما يدخل التلاجة لو في أي روايح فاكهة خضار أي حاجة في التلاجة ما يلقطش منها وطعمه يغير. فلازم هنسيبه يهدى طبعا، يبرد بره التلاجة، يتغطى ببلاستيك ويخش التلاجة 3 ساعات، هيبقى 10 على 10. عفوا. ومعانا تليفون منى. الو الو. ايوه ازيك يا منى، عامله ايه؟ ازي حضرتك يا شيف فاطمه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اخبارك؟ بحب حضرتك جدا. ميرسي يا روح قلبي، والله كلك ذوق، تسلميلي. كنت عايزه اعرف طريقه عمل مكرونه النجريسكو. النجريسكو؟ اه. حاضر، عينيا الاثنين بس كده يا منى، نورتينا. زي الفل. المقدار ممكن يعمل 5 قوالب بالشكل ده. الحجم ده على فكرة متوسط، في حجم أصغر من كده اللي هو الحجم الفردي ده بيبقى أصغر من كده كمان، فممكن تعملي كمية أكبر لعدد أفراد أسرة أكتر. يعني من الصغيرين دول ممكن نعمل منهم حوالي 8 وحدات، فهيبقى حاجة لطيفة جدا. لو جاي لضيف ضيف ولا حاجة هيبقى برضو تقديمه لذيذ جدا. وزي ما انتم شايفين اهو الكريم كراميل، بصوا كده عندنا شكله عامل ازاي. شايفين كريمي خالص وناعم، ناعم جدا وطعمه ولا احلى من كده. بينا نغرف الرز.
قلنا الخطوه اللي جايه في الكريم كراميل بعد ما غرفناه كده او صبناه في القوالب ان احنا بنسيبه يبرد تماما، وبعد كده بنبتدي ان احنا نغطيه ونحطه في الثلاجه حوالي 3 4 ساعات مش اكتر من كده، هيكون جاهز للاكل وتحفه جدا ما شاء الله. بسم الله. ومعانا ام مالك. الو. الو، ازيك يا ست فاطمه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، اخبارك؟ تمام والله الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا وعايزه اشكرك والله على كل حاجه حلوه بتعمليها. تسلمي لي يا روحي، ميرسي لذوقك والله العظيم، كلك ذوق. الله يخليك يا ست فاطمه. معلش يا ست فاطمه، ممكن اطلب منك طلب؟ اه طبعا اتفضلي. معلش ممكن اسيب لك رقم اكلم حضرتك؟ طيب حاضر يا حبيبتي، سيبيه سيبيه وهتصل بيكي. حاضر، نورتينا يا ام مالك. شايفين يا جماعه الرز عامل ازاي؟ الرز رزايه برزايه مش معجن، قلنا كل التفاصيل وكل التكات علشان يطلع معاكي مفلفل مش معجن، والرزايه برزايتها ولون الشعريه حلو قوي، ريحته كمان جميله جدا. ايوه حلو جدا ما شاء الله بجد، زي الفل. الرز بتاعنا مفلفل وجميل وريحته وطعمه حكايه. اكتر حاجه بنعملها او من الوصفات اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنها ابدا، الرز بشعريه او الرز بكافه اشكاله، علشان كده لازم نظبطه ويطلع معانا مظبوط 100%، لان هو زي ما بنقول كده ايه، دايما كده سيد الموقف على السفره. يعني اي اكل نعمله والرز، اي لحمه اي فرق والرز. الرز عندنا كمصريين هو العيش، شيء اساسي، فعلشان كده لازم ايه نبقى بيرفكت فيه ونعمله 10 على 10. ومعانا مدام هند. الو. السلام عليكم، ازيك يا مدام فاطمه؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ انا زي الفل والله، تسلميلي دايما يا رب، ما نتحرمش من ابتسامتك الجميله دي. ربنا يعزك يا روح قلبي، كلك ذوق. الله يخليك يا حبيبتي، زوجي والله دايما بيظهر حضرتك من وصفاتك الجميله اللي انا بعملها له. الحمد لله والله، ربنا يبارك لك فيه يا رب، وميرسي بجد لذوقكم. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي لي يا روح قلبي. يا رب يخليك، الله يخليك. بنتي لوجين عايزه اتكلم حضرتك. اسمها رودينا؟ لوجين. لوجين، طيب اتفضلي. مع حضرتك. ماشي يا روحي. يا لوجين. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا لوجين عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ عندك كام سنه قوليلي؟ الو. عندك وطي التلفزيون عشان تسمعيني كويس. حاضر. شطوره. حاضر. الو. عندك كام سنه قوليلي؟ عندي 10 سنين. ما شاء الله، ماما بتعمل لك اكل ايه وبيعجبك قوي؟ اكتر اكله ماما بتعملها وبتعجبك؟ الكيك. الكيك. تسلم ايدين ماما يا روح قلبي، وتعيش وتعمل لك على طول. ميرسي يا روحي. يلا بينا نقلب الكريم كراميل، يلا بينا. بسم الله. وادي ده اللي احنا عاملينه في بايركس. تمام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تحفة جدا جدا. للدرجة دي؟ للدرجة دي عاجبكم؟ بيسقفوا جوه. تسلموا لي. الحاجات دي بقى بنعملها على الحوض ماشي، علشان ايه لما يقع مننا حاجة ما نلزقش الدنيا. اه طبعا عشان الناس تشوف. انا عايزه اوريكم حاجه، بس هقول لكم ايه، نطلع فاصل الاول ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم.
اكتر، طعمه ألذ واسهل كتير كتير، وان شاء الله يتاكل على طول. الحاجات اللي بتبقى بصلصه تبقى لحد ما تقيله في الاكل، تقيله في قعدتها في البيت بصراحه. الكريم كراميل كمان زي ما انتم شايفين كده، عايزه اوريكم كمان اللي احنا لسه غارفينه وعاملينه، ابتدى يتماسك خالص اهو، مجرد ان هو بيبرد بيمسك، احنا بس بنحطه في التلاجة 3-4 ساعات علشان يبقى سائع كده ولذيذ في الحر ده، هيبقى طعمه كفايه. قبل الفاصل كنت عايزه اقول لكم واوريكم حاجه، تعالوا بينا بقى نشوف كده مع بعض الكريم كراميل نجهز ايه. احنا كانت معانا المعلقه راحت فين؟ طيب بص بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، القوام بتاعه ولا بيتفرفت ولا بيتبهدل مننا، بسم الله الرحمن الرحيم. نمسك مع بعضينا كده، بسم الله بسم الله. اوعى شايفين الجمال؟ بصوا قد ايه ناعم، تحفه ما شاء الله ما شاء الله بجد. يلا في الطبق. ما اللي لقيته بقى يا جماعه والله. ميرسي. انا عايزاكم بقى، انا هجيبها كده لرفعت، بص كده يا رفعت شايفين كده، بصوا قد ايه القوام كريمي ناعم جدا جدا، تحفه، لا في تخريزه ولا هتشم ريحه زفاره بيض ولا اي حاجه خالص، هتعمليه ولا مشقق ولا مهربد ولا مفرفت ولا 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 اي حاجه خالص. 10/10 زي الفل، هتعمليه بالظبط هما 3 ساعات وربع هيكون جاهز للاكل. تعالوا كده بصوا، بصوا معايا، بصوا بالمعلقه، ايه الجمال ده بصراحة، أكتر من روعة، وسائع كده ولذيذ في الحر ده بصراحة، حاجة كده ممتعة. الناس اللي بتحب الكريم كراميل هيعشقوه، واللي ما بيحبوش الكريم كراميل عشان زفارة البيض هيحبوه جدا جدا. دي كانت وصفتنا النهاردة، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. كمان عملنا التورلي بالبصل المكرمل واللحمة، حاجة كده برضو لذيذة جدا في الحر، ألطف كتير ما نعمله بصوص الطماطم. وعملنا مع بعض الرز بالشعرية، وقلنا ازاي الرز يطلع معاكي مفلفل كده، كل رزاية ملهاش دعوة بالتانية. قدمناهم بقى مع سلطة وبتنجان مخلل، وبألف هنا وشفاء. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتسعدني على بيج البرنامج العزومة مع فاطمة بوحاتي، والبيج بتاعتي فاطمة بوحاتي بالعربي وبالانجليزي. كنت سعيدة جدا باتصالاتكم النهاردة، أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.